إعلان عام الإسيسكو للشباب، احنا بنتكلم على هذا الإعلان تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا بنتكلم على منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إنها بتعلن هذا العام هو عام الشباب تحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس. بتتكلم المنظمة على إنه هيتعمل بناء لقدرات وتنمية مهارات الشباب. خلونا ناخد معانا على التليفون الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو. أهلا 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 وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بيك منورنا يا دكتور سالم. أهلا بحضرتك وأهلا بكل العالم الإسلامي والمنطقة العربية بشكل خاص يا دكتور سالم، منورنا. دكتور سالم، يمكن واحنا بنتكلم على إعلان العام للشباب، يمكن أعلننا أنه ده هيبقى عام لتنمية مهارات الشبان أو الشباب والاستثمار في قدراتهم. إلى أي مدى هنشتغل على تنمية هذه المهارات، الاستثمار في القدرات؟ هل تم وضع زي برنامج لو صح التعبير ولو مبدئي لهذه الأمور؟ طيب، أولا أنا أود حقيقة أعرض عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعاية الكريمة لهذا العام، عام الإسيسكو للشباب. وكذلك أود أن أنوه بجهود فخامته الدائمة حقيقة في دعم الشباب في مصر وفي العالم، تمكينهم، فقل مهاراتهم، وهذا ظهر جليا حقيقة حتى في افتتاحه للدورة 14 للمؤتمر العام للإسيسكو اللي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة. خلالها في كلمة فخامة أعلن عن إطلاق صندوق التعليم لدعم المواهب في العالم الإسلامي. أيضا أهدى 100 منحة دراسية لشباب العالم الإسلامي للدراسة في الجامعات المصرية. وهذا قليل من كثير من إهداءات وعطاءات فخامة الرئيس السيسي وجمهورية مصر للعالم الإسلامي. بخصوص البرنامج العام، طبعا الآن تحدثت مع وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، واللي هو أيضا رئيس المؤتمر العام بمنظمة الإسيسكو. تحدثت أيضا مع معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي. نحن الآن في إطار وضع برنامج عام متكامل في مصر وأيضا في الدول الأعضاء. سننفذ عدد كبير جدا من المشاريع والمبادرات، أنشطة كلها على مدار عام كامل من تاريخ انطلاق هذا العام، واللي حيكون إن شاء الله في احتفالية كبرى ستقام في مصر. خلال هذه الاحتفالية سنعلن عن البرنامج العام، لكن جميع البرنامج العام أنا أقول لك إياها وأنشطة الإسيسكو مبادراتها خلال هذا العام ستركز على تنمية مهارات الشباب وقدراتهم، انخراط الشباب في العالم الجديد والتحديات والمتغيرات التي نواجهها، عالم الغد ومهن الغد وما واحتياجات العالم الإسلامي لابد أن تكون حاضرة، أيضا الإسهام بشكل كبير جدا مع كل هذه أن لا ننسى أيضا الهوية العربية، الهوية الإسلامية، لأن هي هوية مهمة جدا. الشباب لابد أيضا أن يركز عليها وسنركز عليها في ترسيخ قيم التعايش، السلام، الحوار وغير ذلك كثير. لكن من أهم الأشياء اللي حقيقة نريد أن نركز عليها هي تنمية مهاراتهم، وأيضا الإيضاح لكثير من الدول على أن 80% من المهن الحالية خلال عام 2030 ستندثر وستأتي مهن جديدة. فمهن الغد لابد نركز عليها من أجل شبابنا، وشبابنا هم عيون المستقبل لنا. صحيح. هذا تقريبا ملخص. نعم. طيب دكتور سالم، يعني هل تم تحديد ميعاد لانطلاق هذا اليوم أو هذه الاحتفالية من القاهرة، ولا لسه لازالت هناك بعض المناقشات للاستقرار على يوم محدد؟ لا، لازال هناك بعض يعني المحادثات بيننا وبين الوزارتين، ولكن إن شاء الله سيكون قريب جدا. نحن نعمل يعني من وقت ما حصلنا على هذه الرعاية الكريمة من فخامة الرئيس، ونحن نشتغل ليل نهار من أجل وضع
هذه الانطلاقة انطلاقة تليق حقيقة بالرعاية من فخامة الرئيس، وأيضا تعطي للشباب حقهم. كانت هناك أعوام كثيرة، عام للمرأة، عام للبيئة، عام للسياحة، عام، لكن الشباب لابد حقيقة في هذا العالم المتغير وفي هذه التحديات وفي هذا التطور التقني الكبير، الشباب لابد أن يكون لهم حق ولابد أن يكون لهم عام خاص فيهم. طيب ولا أجد أكثر من مصر ما شاء الله بعطاء شبابها وبعطاء قيادتها، وأيضا لها سبق وتاريخ في احتضان شباب العالم، سواء كان في شرم الشيخ وكان يقام احتفال يعني منتدى الشباب الدولي بشكل كبير جدا. أنا أعتقد أنه بالعكس راح يكون إن شاء الله مميز، ونخرج إن شاء الله بانطلاقة تليق بهذه الرعاية وتلك أيضا بهذا العمل. طب أنا أعلم جيدا أنه دكتور سالم دائما ما هو مشغول فكريا بمسألة تصحيح الشكل العام للهوية العربية، تصحيح الشكل العام للهوية الإسلامية، تصحيح الشكل العام للمواطن والشاب العربي. إلى أي مدى ترى دكتور سالم أنه الشباب العربي وشباب العالم الإسلامي قادر على تصحيح هذه الأشكال النمطية المعروفة عنا خارجا؟ لا تستطيع أن تقوم إلا بسواعد شبابها حقيقة، وإذا استثمرنا في شبابنا وأعطيناهم أيضا القدرة وبنينا مهاراتهم وبنينا قدراتهم، أنا على يقين بأن شباب بين العالم الإسلامي في هويته وفي تسامحه وفي تعايشه وما إلى ذلك سيصعد إلى مسافات كبيرة. العالم الإسلامي لله الحمد غني بشبابه، نسبة الشباب مرتفعة ولله الحمد، لسنا مثل بعض الأمم أو بعض الدول الأخرى التي الآن نسبة الشباب فيها بدأت تتدني، بالعكس حتى انخفضت بشكل كبير جدا. صحيح. الشباب العالم الإسلامي قادر طموح، وترى حقيقة من شباب العالم الإسلامي بدأت الدول تستقبله وتستفيد من قدراته ومهاراته. هناك إبداع يعني إبداعات كبيرة جدا، ابتكارات جميلة جدا من هؤلاء الشباب. الشاب مهما كان في اليابان، في الصين، في أمريكا، في أوروبا، في الدول العربية، في الدول الإسلامية، هو نفس الشاب بفكره، لكن إذا أعطيته هذه المهارات ونميت مهاراته ونميت وطورت قدراته، هو قادر على أن يجتاز كل هذه التحديات وتنمو الأمم بنمو شبابها وبقدراته إن شاء الله. صحيح. وأنا على يقين بأن شباب العالم الإسلامي قادر، أو الشباب العربي أيضا قادر على أن يخوض هذا التحدي ويكون إن شاء الله بشكل كبير جدا منافس، إن لم يكن إن شاء الله أفضل من الآخرين بإذن الله. إحنا في انتظار بإذن الله تحديد اليوم حتى نراك في القاهرة يا دكتور ونلتقي بيك ويشرفنا كده. أشكرك دكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة السيسكو. يمكن على خلفية هذا الكلام اللي قاله دكتور سالم، وده كلام مهم جدا على مسألة قدرة الشباب العرب، يمكن آخر حاجة أنا شفتها كنت بتفرج على برنامج زميلي وصديقي أحمد فايق ومصر تستطيع، وكان مستضيف عالم مصري في سويسرا، عالم مصري شاب، وهذا العالم المصري الشاب من عندنا في الصعيد في سوهاج، وكان بيدرس. بقى عشان أنا شفت الحلقة كويس قوي وقعدت يعني أنا ومراتي ولادي نتفرج عليها كده بحالة إعجاب غير طبيعية. شاب مصري مذهل. أولا هو خد الدكتوراه بتاعته في شق معين أو قسم معين في علوم المناعة من جامعة ومعهد بحثي كبير جدا اسمه فيوربورغ في سويسرا، ودرس جزء من حياته في اليابان. وحتى فايق هو بيكلمه فبيقوله هل كانت اللغة حاجز بالنسبة لك؟ قال له إطلاقا، أنا اتعلمت، أنا خرجت من مصر لكن لما سافرت بدأت أتعلم اللغات وتعلمت الألماني وتعلمت الإنجليزي. فحتى فايق كان بيقول له المشكلة وتتحدث بطلاقة بتاع، له بص هو مسألة النطق هي بس اللي إيه مش زي الناس الألمان ولا زي الناس الإنجليز. ففايق الحقيقة رد عليه برضو رد كان رائع جدا، قال له دايما مش مهم النطق على قد ما هو مهم إن أنا أبقى بتكلم مظبوط وصح.
أنا وأنا بسمع كلام فايق وبسمع كلام العالم المصري فعلا قعدت أفكر، هو بالتأكيد يتحدث اللغتين بطلاقة مذهلة؟ لأنه أولا ده راجل الماجستير والدكتوراه بتوعه خدهم بلغات أجنبية. الحاجة التانية أنه بيدرس جوه هذا المعهد البحثي الكبير في سويسرا اللي هو فيوربورغ. الحاجة التالتة لازم كنت تشوف تواضع هذا العالم المصري، شاب يعني ده في بداية الثلاثينات أظن 30 سنة ولا 31 لو أنا متذكر، يعني حاجة تفرح. ده بيقعد يخليك تقعد تفكر بصوت عالي على قدرات الشباب المصري بل والعربي أيضا برضو، علشان حتى لا أتهم بالشوفينية، وعلشان كمان برضو لأجل الأمانة في علماء عرب مهمين جدا بر. فأنت تقعد تفكر كده، إحنا عندنا العقول دي، إحنا لازم مش نحسن الاستثمار، ده إحنا لازم نكثف الاستثمار في الشباب بتاعنا ونكثف الاستثمار في العقول بتاعتنا، اللي حتى إذا سافر بلد ما وهو لا علم له إلا بالنظر القليل من اللغة بيتقن اللغة ويتفوق فيها ويتفوق في العلوم التخصصية بتاعته فيحصلوا على أعلى الدرجات، بل أن الدول بتاع البلاد برة دي بتحتفي بيهم جدا وتقدرهم جدا وتحافظ عليهم جدا. فحتى في هو بيسأله بيقول له طب الأبحاث بتاعتك دي خرجت للنور؟ قال له هي خرجت للنور وتم تطبيقها وتصنيعها وتسويقها في العالم خلاص، يعني الأدوية والاختراعات اللي عملها دي خلاص خرجت للعالم، بقينا بنستخدمها لو صح التعبير. ولهذا فالأمل دايما معقود على الجيل ده والجيل الأصغر، فالأصغر